الجلاسي مع زميلي العزيز محمد غندر مرة أخرى، ابقوا معي. ما زلنا في استاد الجيش وبرج العرب ومع نقول الحريف إلياس الجلاسي التونسي. إلياس باص ولا أروع، قلت لمروان تفضل هجون. الحمد لله، يعني كل اللعيبه كانت رجال اليوم، حاولنا معناها باش ننتصروا ولازم ننتصروا. انتصار يخلينا نقربوا من المربع اللي الناس كل معناها والجمهور والملاعبيه والاطار الفني نحلموا به. ان شاء الله نكملوا على نفس المنوال، وكما قلت الانتصار يجيب الانتصار. وكما تشوفوا معناها الملعب بتاع برج العرب تقريبا من احسن الملاعب اللي لعبنا فيها. نلقاه هنا، انا واحد من الناس نلقى راحتي هنا. ان شاء الله معناها يشوفونا حل، خاصه في الملعب اللي عنده تاثير تحب ولا تكره على 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 الاداء نتاع الملاعبيه. فما روح، فما اصرار، فما عزيمه. الحمد لله توفيق مع عند ربي اليوم، وان شاء الله انتصار ضد الاهلي ان شاء الله. الياس اللعيب الحريف بيحب الملعب الواسع، الملعب الواسع. بتلاقي نفسك في الملعب الواسع عن الملاعب الضيقه، بيبقى تضييق المساحات. لا والله، المشكل في احنا تعودنا على ده، وفي اختلاف حتى في تسموها ايه، النجيله ولا ايه، يعني النجيله بتاع السويس صعبه على الاخر. هنا كل ما نلعبه هنا يعني لا وراحتنا الحقيقه. بس لا بقى مبدا التفاؤل والتشاؤم. لا 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 والله لا، احنا كل اللعيبه يعني بتشوف يعني احنا بنحسه يعني مش الحمد لله يعني. ان شاء الله نكملوا بنفس الروح ونفس العزيمه، وان شاء الله كما قلت لك ماتش الاهلي ماتش صعيب، ما حيكون معناه ماتش خاص للملاعبيه وللاطار الفني وللجمهور. ان شاء الله ناكدوا الانتصار الثاني ذي بانتصار ثالث كونتر الاهلي ان شاء الله. المصر قادر على العوده للمنافسه في وجود جهاز فني الذي يقوده الكابتن حسام حسن، وهل مجهوداته بدات تظهر معاكم وبصماته بدات تظهر على الفريق واستيعاب خطته، خصوصا ان كنتم مع مدرسه اخرى غير مدرسه كابتن حسام؟ اهم حاجه الاطار الفني معناه على راسهم سي حسام، انهم رجعوا الثقه لبرشا ملاعبيه، زرعوا فينا الروح الاصرار والعزيمه. الحمد لله يعني حتى بعد التعادل امنا برواحنا حتى الدقيقه 90، الحمد لله سجلنا الثاني وكنا نجم ننتصروا بالبريحيه. العزيمه والاصرار هذه زرعت معناها في الملاعبي الصغير قبل الكبير. ان شاء الله نكملوا كما قلت لك بنفس الروح، كما قال معناها كما الاطار الفني معناها قال. ما وصلنا المرحلة دي معناها في وقت من الأوقات دلوقتي، ما عادش لازم نرجع لتالي، لازم ديما الانتصار، وكما نقولوا كونتيري مارك إن شاء الله. بشوفك بقيت بتدافع، دي جديدة يعني. أنا عارف أنت بتلعب في التلت الهجومي، دلوقتي بقيت بشوفك كمان بتنزل تدافع وبتعمل تاكلين، حاجات جديدة شايفها من الفترة دي. والله تعليمات؟ والله انا من السنه الفارطه يعني بدافع بهاجم، لكن دلوقتي اصحابي يعني واخواتي في الملعب في الملعب محتاجيني ومحتاجين الناس الكل. نشكرهم ونشكر الجمهور اللي جاء، وحظ اوفر الاتحاد الاسكندري اللي كان فرقه محترمه وتنجم تنافس زاده هي على المربع الذهبي السنه ان شاء الله. الياس الجلاسي التونسي بشكرك جدا، مزيد من التألق مع النادي المصري في الفترة القادمة، كل شكر لك وألف مبروك الفوز الكبير والغالي على فريق نادي الاتحاد السكندري. شكرا لك، وإن شاء الله دائما فرحانين ومفرحين جمهور بورسعيد إن شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع أحد نجوم النادي المصري ونجم الشباك الياس الجلاسي، عقب انتهاء مباراة نادي المصري ونادي الاتحاد والفوز الغالي والكبير للنادي المصري بهدفين مقابل هدف. عودة مرة أخرى وأستاذ مصر. شكرا للزميل العزيز محمد غندر. الياس الجلاسي لعب بفريق المصري البورسعيدي.